والناس وقعوا فيها بين مفرط ومفرط. أما المفرط فذاك الذي يعول عليها مع تضييع الأسباب الأخرى لقبول الأعمال، فيلقي شراشر همته على النية ويقول الحجة النية، وإن أخل بالأركان التي لا يمكن أن يقوم العمل إلا بها. الركن داخل في ماهية الشيء، الركن داخل في ماهية الشيء، فإن انحط الركن انحط المركون به. فيخل بالركن اتكالا على النية، صلاته باطلة ويقول لك الحج النية. هذا المفرط الذي لا يتفقه في أمر دينه ثم يقول الحج النية. مرة لقيت رجلا لا يحسن صلاته في قيامه وركوعه وسجوده، ثم لما أخذته كذا وماشي خارج المسجد وأنا كل أقول هذه الصلاة التي صليتها ما تصح، فيها خلل في ركوعها وفي سجودها، وهو كان يسمعني وما يسمعني، ولسان الحال لقد أعرتك أذنا غير واعية ورب منتصف والقلب في صممه. قبل ما يخرج قال مطوع خلص، قلت له خلصت، قال لي شوف هذه اللي عندنا، وإذا صحيحة صحيحة ما صحيحة رب غفور رحيم، ويقول لك الحجة الضمير ما قرصن من شعير. هذا دينه كله محوره قائم على النية بس، وإن أخل بالعمل فإن اتكاله على النية. ويقصون في ذلك قصصا ما أنزل الله بها من سلطان، وسلامة تعرف ربها وربها يعرف سلامة، كلام فارغ ليس له أصل في الدين أبدا. ربنا جل وعلا اشترط لقبول العمل ورضوان الله عليه شرطين اثنين. قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي ليجعل العمل صالحا، هذا الشرط الأول، خالصا هذا الشرط الثاني، أن يكون صحيح النية ليكون العمل مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ففريق من الناس يفرط في التعويل على النية، وفريق منهم يفرط في النية. النية ثروة عظيمة، النية ثروة عظيمة،